فيها. لك انت كل حياتي وانت ادرى الناس بهالشيء. انا بحبك. لو بتعرفي قديش انا بحبك. انا ما فيكم ما حدا تاني خير. يا مجنونه انا مغروم فيك. ليش هالقد بتحبني وانا مبطيئك؟ ليش؟ ما عم بقدر صدقها. انا مش ممكن. عم بتزيدي كتير. ها انا بالي طويل بس ما طويله بينقطش. ها الجزء الثاني من برداني انا بكره هالمره الكذابه. اصلا ما بعرف اذا في شي مره مش كذابه. اطلع لبرا. يوميا طيله شهر رمضان الكريم 9:30 المساء حصريا على الام تي في.